نرحب بك الياس. تعتبر هذه واحدة من أثقل الخسائر التي يعلنها الجيش الإسرائيلي في غزة، التفاصيل لديك. ده حقيقة 8 من الجنود الإسرائيليين الذين يقتلون في داخل هذه المدرعة، لكن علينا أن نشير أنه في 27 من أكتوبر الماضي، أي في اليوم الأول للعملية البرية، كانت المقاومة الفلسطينية قد استهدفت مدرعة أيضا من نوع نمر، وهذا الاستهداف أدى أيضا إلى مقتل 11 جنديا إسرائيليا. والتحقيقات الأولية في حينه أشارت إلى أن الاستهداف أدى إلى مقتل عدد من الجنود، كما أدى أيضا إلى تفعيل ذخيرة كانت على متن المدرعة، ومما ضاعف حجم الانفجار في داخلها. نحن أمام عملية معقدة ومركبة، والإعلام الإسرائيلي بدأ يصف هذا اليوم بأنه يوم حزين وسبت أسود وكارثة يتعرض إليها الجيش الإسرائيلي. واضح بأن العملية كانت معقدة، وواضح بأنها كانت مركبة، والواضح بحسب التوصيف الذي تنقله وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن أيضا الضرر كان شديدا وبالغا في هذه المدرعة التي يبدو أنها تحطمت وتطايرت أشلاء، وكذلك اشتعلت فيها النيران بحسب توصيف القناة 13 الإسرائيلية. وهذا ربما ما يعكس حجم الأضرار وحجم الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، 8 قتلى في هذه العملية المركبة والمعقدة. والواضح بأن أيضا وصول قوات الإنقاذ الإسرائيلية إلى هذه المدرعة تطلب نحو ساعتين بحسب المصادر الإسرائيلية، وهذا يشير ازدهار حقيقة إلى أن العملية كانت معقدة، ليس فقط في استهداف هذه المدرعة إنما أيضا في عملية الوصول إليها ومحاولة ربما إنقاذ ما يمكن إنقاذه من داخل هذه المدرعة. حتى الآن بيانات الجيش الإسرائيلي لا تتحدث بشكل واضح عن كيفية استهداف هذه المدرعة، بمعنى فيما إذا كانت قد استهدفت بصاروخ موجه مضاد للدروع، أم أنها كانت مستهدفة من جانب عبوة ناسفة شديدة الانفجار. الآن ينضم إلينا من عمان اللواء الركن محمد أصمادي، الخبير العسكري والاستراتيجي. اللواء أصمادي، كيف توصفون عملية تل السلطان المركبة والمعقدة بوصف الإسرائيليين؟ هو يوم سبت أسود على قطعان الصهاينة حقيقة. هذه عملية نوعية، عملية مركبة، عملية باعتقادي اعتيادية، لأنه أصبحت هذه العمليات يوميا نرى مثل هكذا عمليات تقوم بها المقاومة في مختلف محاور القتال. لكن عندما نتحدث عن منطقة رفح، ونتحدث عن تل السلطان، ونتحدث عن الحي السعودي، هناك إصرار من قوات جيش الاحتلال على عملية إكمال المهمة في غزة وفي رفح خلال الأسبوعين القادمين، حسب ما صرحوا يوم أمس هيئة البث الإذاعية للجيش الاحتلال. الآن هذه المنطقة حقيقة هي منطقة كتمان رملية، ما بين المواصي وما بين الحي السعودي والحدود المصرية، هي منطقة كتمان رملية ومنطقة صحراوية. يحاول جيش الاحتلال أن يقوم بالتوغل ضمن هذه المنطقة، بالإضافة إلى أنه يحاول أن يضغط من الشابورة. ومنطقة تل السلطان هي يعني من أكبر الأحياء الموجودة في منطقة رفح، وفي حال سيطرة جيش الاحتلال على هذه المنطقة سيكون يعني عملية السيطرة على رفح أصبحت قاب قوسين أو أدنى. لذلك المقاومة تقوم بالقتال بضراوة في هذه المنطقة. الآن عندما نتحدث بأن المدرعة استهدفت أثناء الحركة، روايتين: الرواية الأولى بأنه تم استهدافها بقذيفة الياسين 105، أو إن كانت بعبوة برميلية أو بعبوة العمل الفدائي أو بعبوة شواب، حيث أن جيش الاحتلال ذكر بأنها قد تكون استهدفت بعبوة ناسفة أو عبوة وضعت على الآلية. وبغض النظر عن ذلك، فإن المقاومة تثبت جدارتها وتثبت كفائتها. لكن الملفت للنظر توقيت العملية، توقيت العملية الساعة 5 صباحاً، وشروق الشمس في غزة لهذا اليوم الساعة 25 دقيقة. إذا نحن نتحدث أن العملية حصلت قبل شروق الشمس. إن كانت تم استهداف أثناء الحركة بقذيفة الياسين 105، فهذا دليل على براعة المقاومة بأن تقوم بالاستهداف من حالة الحركة. وعادة استخدام أسلحة المضادة للدبابات من حالة الحركة تكون صعبة جدا عندما لا يكون هناك نظام للتوجيه، سواء كان توجيه ليزري أو توجيه بالأشعة الحمراء. ونحن نعلم بأن الياسين 105 هي قذيفة ترادفية
تطلق بالتسديد الوهمي. كذلك ماذا نفهم أنه بعد ساعتين استطاع الجيش نعم أن يصل إلى هذه العربة أو هذه المركبة؟ هذا ما أود أن أشير إليه الآن، أن الجيش استغرق ساعتين، ولاحظنا أنه بعد العملية مباشرة كان هناك قصف شديد عنيف شابه القصف الذي جرى في انصيرات خلال عملية تحرير الأسرى. كان هناك قصف من المدفعية، من الطائرات، من الزوارق البحرية، من طائرات الكواد كابتر، إطلاق للقنابل الدخانية، وكان هناك اشتباك، لأنه حقيقة بعد عملية استهداف الجرافة وناقلة الجند كان هناك استهداف من المقاومة، وكان هناك اشتباك عنيف حصل في تلك المنطقة. لذلك جيش الاحتلال أطلق القنابل الدخانية وقام بالقصف العنيف الكثيف في تلك المنطقة لمنع المقاومة من أن يقوموا بالحصول على جثث الجنود الذين قتلوا في الناقلة، ولذلك استمرت عمليات الاشتباك. وطبعا هذا شيء طبيعي ضمن الآلة الحربية الموجودة لدى جيش الاحتلال أن يتمكن من فك الاشتباك مع المقاومة، وأن ضمن القصف الجوي والمروحي والمدفعي ومن الزوارق أن يتمكن من القيام بعملية الإنقاذ، بعملية إخلاء الجثث، هي ليست إنقاذ، من المنطقة. نعم، إلى أي مدى هذه المخاوف واقعية وهي استدعاء أو تطلبت استدعاء جنود إضافيين جوا وبرا لانتشال جثث القتلى الإسرائيليين من الجنود في هذه العملية خوفا من عملية اختطاف؟ يعني إسرائيل فشلت عسكريا وإعلاميا وأخلاقيا في هذه الحرب بكل النواحي، لذلك الآن هي فضيحة بالنسبة للجيش الإسرائيلي لو تمكنت المقاومة من الحصول على الجثث. والآن كما نعلم بأنه خلال عمليات المفاوضات بما يتعلق بالأسرى، هناك الأسرى الذين هم على قيد الحياة وجثث الأسرى الذين تم قتلهم من قبل جيش الاحتلال في عمليات القصف العشوائي في هذه الحرب العبثية. لذلك باعتقادي يعني كان جيش الاحتلال حريص جدا على عدم تمكين المقاومة من الحصول على جثث القتلى، ولذلك قام بهذه العمليات من القصف، وكان هناك اشتباكات عنيفة استمرت لمدة ساعتين. مآلات هذا النوع من العمليات المركبة في المراحل القادمة لهذه العملية العسكرية التي يخوضها جيش الاحتلال في رفح وفي عموم القطاع؟ جيش الاحتلال منهك، مرهق، محبط بسبب الخسائر الكبيرة. الجندي الإسرائيلي مرعوب، هو حريص على حياته. المقاتل الفلسطيني بالمقاومة هو حريص على أن يقتل جندي الاحتلال. أمامه خيارين، نصر أم استشهاد. أما الجندي الصهيوني فهو مرغم على القدوم إلى مناطق القتال في رفح. لاحظنا بأنه تم محاكمة بعض من الضباط لرفضهم الأوامر العسكرية، لاحظنا أنه في بعض من المجندات رفضوا القدوم للخدمة، لاحظنا أنه عدد من المواطنين في المجتمع الإسرائيلي وقعوا عريضة لأكثر من 1000 شخص لمنع أو لمعارضة دخول أبنائهم لقطاع غزة. لاحظنا بأنه جيش الاحتلال الآن يطلب تشكيل 15 كتيبة، يطلب 50,000 لدعم الاحتياط. لذلك حقيقة الجيش الإسرائيلي الآن في مأزق في قطاع غزة، وهو حقيقة أستطيع أن أقول وبكل جرأة بأنه في عمق وحل الاستنزاف الآن، وهو يحاول أن يخرج. ولذلك هناك ضغط من المؤسسة العسكرية على المؤسسة السياسية لعملية إيقاف الحرب خلال 2 أسبوع.